اتكلمنا في حلقة فاتت عن الجاسوسة مات هاري وازاي قدرت تخضع اكتر من جهاز مخابرات في العالم، ولو شفت الحلقة اكيد عرفت ان مات هاري كان عندها بنت، وهي دي حلقة النهاردة واللي هنتكلم فيها عن باندا ماكلويد واللي هي بنت مات هاري. فبسرعة اعمل لايك، ولو مش مشترك انزل اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. انا اسلام ابراهيم ودي الحكاية. في حلقة الجاسوسة مات هاري كنت قلتلك انها بعد ما اتجوزت انجبت طفلين، ولد وبنت، والولد عرفنا انه مات وهو عمره سنتين، والبنت هي باندا ماكلويد. وبعد فترة من طلاق مات هاري من زوجها الضابط الهولندي، سافر زوجها ومعاه بنتها وعاشوا في اندونيسيا، وكان دايما بيمنعها من انها تشوف بنتها. وطبعا عرفنا قصة مات هاري لما سافرت على فرنسا واشتغلت راقصة تعري وبقت مشهورة وبدأت تستغل كل شهرتها في عمل الجاسوسية. ولو ما شفتش حلقة مات هاري انصحك تشوفها وترجع تكمل معنا الحلقة. عاشت باندا ماكلويد في اندونيسيا، وزي ما قلتلك في الحلقة اللي فاتت ان ابوها كان دائم شرب الخمر، فاهمل في تربية بنته لدرجة انه رماها في الشارع، ولقاها زوجين اندونيسيين واتبنوها وقاموا بتربيتها لحد ما وصلت لسن 20 سنة. واندونيسيا في الوقت ده كانت تحت الاحتلال الهولندي، ووقتها اتقدم ليها راجل موظف في الحكومة الهولندية وكان اكبر منها في السن ب30 سنة. وطبعا نتيجة للفقر اللي هي كانت عايشة فيه مع العيلة الاندونيسية وافقت على طلب الجواز. وبعد ما اتجوزت باندا ماكلويد اتنقلت مع زوجها للقصر بتاعه وعاشوا حياة هادية لحد ما بعد سنتين يموت زوجها وورثت منه ثروة كبيرة جدا. وطبعا بعد الثروة الكبيرة دي بدأت تحقق رغباتها، فكملت تعليمها وتعلمت فنون الادب الفرنسي والهولندي، وكمان درست عدد كبير من اللغات واتقنتهم كلهم، واسست قصر وجهزت فيه صالون، وتعرف بعدها انه اشهر صالون ثقافي في اندونيسيا، وبقى يتجمع فيه الادباء والشعراء واهل الفن، وبقت باندا ماكلويد من سيدات المجتمع والطبقة العليا في المجتمع الاندونيسي والهولندي، لدرجة انها بقت على علاقة مع احد الصغار الاندونيسيين. وفضل الوضع على كده لحد ما بدأت الحرب العالمية الثانية سنة 1939. ومع بداية الحرب ودخول اليابانيين على خط المعارك، بدأت هولندا تخسر مستعمراتها بسبب هجمات اليابانيين، وخلال شهور كانت اندونيسيا تحت ايد اليابانيين، وكل الهولنديين اللي كانوا فيها هربوا على هولندا. وعاشت باندا في اندونيسيا ورفضت تسيبها، ووقتها اليابانيين كانوا بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم على المجتمع، وبدأوا يتواصلوا مع صفوة المجتمع والعناصر البارزة فيه. اكيد انت كده عرفت هم محتاجين يعرفوا معلومات عن مين. طبعا حبيب باندا واللي كان من قيادات الثورة وكان اسمه عبدالله سوابو، ولما دوروا وراه عرفوا انه على علاقة بواحدة اسمها باندا ماكلويد. ولما دوروا ورا باندا ماكلويد عرف المفاجأة انها بنت الجاسوسة المشهورة مات هاري. طبعا محدش يعرف الموضوع ده غيرها، واللي عرفهولها هم ابوها وامها الاندونيسيين، واللي حكولها قصة امها بالكامل، وهي كانت بتخفي الموضوع ده تماما لحد ما هيجي يوم ويدخل عليها ضابط مخابرات ياباني في بيتها ويقول لها انهم عارفين عنها كل حاجة وعارفين من امها وكل التفاصيل عنها. وهنا كانت الصدمة، وان اللي هي خايفة منه حصل قدامها، وبدأ الضابط يهددها انها بتشكل خطر عليهم وانهم شاكين فيها لانها كانت متجوزة موظف هولندي وان امها جاسوسة وانهم يقدروا يقبضوا عليها في اي وقت. طبعا التهديدات دي كان ليها هدف، وفعلا طلب منها انها تشتغل معاهم او هيتم القبض عليها بكل التهم اللي فاتت، وفعلا وافقت تشتغل معاهم. وبدأت تسأل عن ايه المهمة اللي مطلوبة منها وازاي هتتعاون معاهم، وكان الرد بسيط انهم عايزينها تنقل لهم كل المعلومات عن الثوار الاندونيسيين، واكيد هتعرف المعلومات دي من حبيبها عبدالله سوابو. وبدأوا يدربوها ازاي تجمع المعلومات من غير ما حد يشك فيها، وفعلا كانت بتجمع المعلومات عن كل المقاومة الاندونيسية ضد الاحتلال الياباني وتوصلهم للاستخبارات اليابانية. لكن اللي اليابانيين ما يعرفوهوش ان باندا ماكلويد كانت حكت كل اللي حصل معاها من اليابانيين لحبيبها عبدالله سوابو، وكل المعلومات اللي كانت بتجمعها كانت بعلم عبدالله، واللي قال لها انها تتجاوب معاهم، ولانه كان بيحارب اليابانيين فكان على تعاون مع المخابرات البريطانية واللي هي عدو لليابانيين. واستمر الوضع على كده لفترة، وكمان مشيت على خطوات والدتها في التجسس واللي هي استخدام الجنس في عمليات التجسس وجمع المعلومات، وبدأت تعمل علاقات مع كبار الضباط اليابانيين
وأصبحت باندا ماكلويد عميلة مزدوجة. وفضلت باندا على كده لحد ما انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وانهزمت اليابان ورجعت تاني أندونيسيا تحت الاحتلال الهولندي. وهنا كانت المشكلة، لأن عبدالله سوابو كان رافض وجود أي محتل وكان بيسعى لإنشاء الولايات المتحدة الأندونيسية. تفتكر باندا هتقف في صف عبدالله سوابو ولا هتقف في صف الهولنديين؟ وأكيد أنت عارف أصلها كويس، فأكيد هتخون بلدها ووافقت تاخد صف عبدالله سوابو، وبقت تعمل مع الهولنديين نفس اللي كانت بتعمله مع اليابانيين، وبدأت تستغل الجنس برضه في جمع المعلومات عن الجيش الهولندي وتديها لعبدالله. وبعد فترة اتقتل حبيبها وبقت تدعم المقاومة الأندونيسية وتمدهم بتبرعات بتقدر تجمعها من أوروبا وأمريكا. واستمر الوضع على كده لحد سنة 1949، ووقتها كانت أمريكا بدأت تدخل على الخط في المنطقة دي، لأن وقتها كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية على الأبواب. وطبعا لقرب أندونيسيا من الصين وروسيا، فأصبحت ملعب لأجهزة مخابرات كتير من ضمنها أمريكا. وفي يوم دخل عليها ضابط مخابرات أمريكي وقال لها إنهم عارفين عنها كل حاجة من أول أمها لحد تعاونها مع عبدالله سوابو واليابانيين، وكمان خدعها للهولنديين وطلب منها إنها تتعاون معهم وإلا هيتم تسليمها للهولنديين. وطبعا بدون تردد وافقت على العرض. وكمان في معلومة مفاجأة هتعرفها في آخر الحلقة بخصوص الضابط ده، وكانت الخطة الأمريكية إن باندا ماكلويد هتبدأ تتجسس على الصين، وكان الطلب هو جمع المعلومات عن الثورة الشعبية اللي في الصين. وفعلا دخلت الصين على أساس إنها ممرضة تابعة لمنظمة دولية، وبدأت تندمج في المجتمع وبدأت تعمل اللي هي بتعمله من سنين من جمع معلومات وتجسس على الدولة والحزب الشيوعي هناك. وديتهم معلومات مهمة عن دعم الصين للحزب الشيوعي في كوريا الشمالية، ودت لأمريكا معلومات عن الحرب اللي هتقوم بين كوريا الشمالية والجنوبية وهتكون بدعم من الصين والاتحاد السوفيتي. ووقتها كانت بتسافر بين الدول دي تجمع المعلومات. وفي يوم من الأيام قدرت المخابرات الكورية الشمالية تعرف عن نشاط باندا ماكلويد، وتم القبض عليها ومواجهتها بالمعلومات اللي عرفوها عنها، وطلبوها انها تتجسس لصالحه، لكن كان ردها انها ما بقتش قادر على شغل التجسس تاني. وفعلا تم محاكمتها وادانتها بتهمة التجسس لصالح الامريكان. طبعا كان عندها امل ان الامريكان هيتدخلوا ويحاولوا ينقذوها، لكن الحلم ده اتبخر يوم 24 مايو سنة 1951 لما تم اعدامها رميا بالرصاص، وبكده يكون مصيرها نفس مصير امها وهو الاعدام رميا بالرصاص، بعد ما قدرت تتلاعب بعدد كبير من اجهزة المخابرات في العالم. اما المفاجاه اللي كنت قلت لك عليها بخصوص الضابط الامريكي اللي جند باندا ماكلويد لصالح الامريكان، يقال انه ايزنهاور واللي هيبقى بعد كده رئيس الولايات المتحده الامريكيه. وبكده تكون انتهت حكايتنا عن واحده من اشهر الجواسيس في العالم. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى دعمكم بالاشتراك واللايك، ولو بتشوفنا على فيسبوك ما تنساش الفولو واللايك والشير. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.